إذا سعداء بلقياكم سيدتي سادتي أنساتي أعزائي النظار الكرام في النقل المباشر وبالضبط من قاعة بوليوس مدينة خريبكة اللي كتعرف الجديد في هذه اللحظات هدف الدينامو على بعد دقيقة من بداية اللقاء. الدينامو القنيطرة كيف تسجل عن طريق اللاعب رقم 8 اللي كي بالفعل طارق السالمة عند سعيد. أوه جميلة خطيرة تبادل كروي جميل بين لاعبي شباب خريبكة كيختتم نجم الفريق طارق عسكري بعد ما راهو غريض الخياري وركل الكره في الزاويه 90 من مرمى رضا الخياري كيغير النتيجه وتصبح 1-1. شوط جميل مثير ربعه ديال الدقائق هي تشكوكيه ومثيره. نتمنى تكونوا مستمتعين رفقتنا في السده. هذه خطيره هذه تخوف هذه خطيره هذه تخوف طارق امين 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 اش غيعمل الكره ديالو كيطيب زكريا جميلة لعند شاكي عادل جودي الدولي ولاعب اولمبي لعند من عند الصديق صديق يحصل شاكيب جول شباب خريبكة كتضيف الهدف الثاني عن طريق اللاعب شاكيب بعد ما نزل من وسط الميدان وراوغ على طريقة اللاعبين الكبار وركل الكرة بأي طريقة بطريقة اللاعبين الكبار بيشني بانيكا كيوضعها في مرمى الحارس رضا الخياري وكيغير النتيجة وتصبح 2-1 للشباب الخريبكي. هدف أنطولوجي هدف هيتشكوكي اللاعب شاكيب اللي موجودش عناء في اسكال الكرة داخل مرمى الحارس رضا الخياري الحارس الدولي للمنتخب الوطني واللاعب الهدف الثاني التعادل ضد مجرات اللاعب فاجئني الهدف لانني تفاجئت بالهدف. الهدف الثاني للدينامو من توقيع اللاعب رقم 8 عفوا انه رقم 2 اللي هو سامي كما كنشاهدوا احتجاجات بالجمله حتى الهدف فاجئني حتى انا. اذا التعادل الحكم بدعوى احتجاجات بدعوى الحكم لم يعلن على صافرة طريق مرتدة جول 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 شباب خريبكة كتضيف الهدف الثالث بعد ما فسك طريق عسكري كرة من لاعب هابيل توغل من وسط من الجناح الأيمن وهي كرة فوق طابق من ذهب اللاعب طارق عسكري اللي من سماها انها مسار صعوبة باش يودع كرة داخل مرمى الحارس رضا الخياري وكيغير النتيجة وتصبح 3-2 للشباب الخريبكي اللي بدا بقوة في بداية هذه الجولة الثانية. سعيد كيقلص الفريق او كتصبح 3-2 كيقود سعيد عند شاكيب برافو الحارس نبيل هما تيشكلوا قوة ضاربة في الدينامو القنيطري بينما كنشاهدوا الآن كيقذف وبرافو الشطارة والمهارة برافو شابو الحارس الدينامو القنيطري رضا الخياري للدخل في الزمن والمكان المناسب ونقد مرمى من هدف محقق كان غيكون المرتدة. ضيع له مرتدة كيقودها طارق طارق عسكري كيفتك كرة من اللاعب رقم 7 اللي هو سعيد وبكونتر اتاك قادو بنفسه كيتوغل كيبقى وجه لوجه بيشنيس ما كيوجدش عناء في وضع كرة داخل الحارس رضا الخياري كيغير النتيجة وتصبح 4-2 لشباب خريبكة. شباب خريبكي كتستعرض العضلات كتضرب بقوة داخل قاعة مولاي يوسف على 2 حذاري برافو الكلمة الأخيرة شطارة مهارة الحارس يوسف عركام اللي دخل الزمن خطأ فادح سعيد مرنان بغى يلعب كرة عند يوسف عركام ولكن الفطنة والدهاء ديال أيوب اللي فتك الكرة ووقع على الهدف الثالث لفريق الدينامو. جول الدينامو كتتوقع على الهدف الثالث 4-3 شوط جميل مثير هيتشكوكي سموه كما شئتم.
شات عند هو بقالي بين معادين. جول 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 الدولي عادل جودي مع التبادل الكروي جميل مع امين وبقات فقوية وعرضية ومركزة ما كتركش حتى الحارس رضا الخياري وكتستقر في مرماه وكتغير النتيجة وتصبح 5-3. برافو برافو شابو سد الطريق. اي 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 برافو برافو حراس برافو حراس شباب خريبي. صديق لعند طارق طارق لعند صديق صديق وفي هذه اللحظات الحكم كيعلن على نهاية المقابلة لتفوق فريق شباب خريبكا على دينامو القنيطري ب5-3. إذا شكرا لدينامو القنيطري، شكرا شباب خريبكا على المقابلة المثيرة والمجنونة والهيتشكوكية. إذا ما بقى لي سيداتي سادتي سوى نودعكم في أمان لقاء بكم في فرصة قادمة بحول الله وإلى اللقاء. بزاف كان الماتش مشاد، الخصم ديالنا كانوش يلعب كورة وبقى 90 والدراري كان عندنا روح قتالية وجبنا الحمد لله بعد جبنا الواقف. هادشي اللي بغينا حنايا وان شاء الله من قدام نبقاو كاملين.